سطول في النهار كله. سي حميد، شنو هي الاسباب، شنو هي الاسباب اللي جعلت هاد الناس يقطعوا هاد التيار الكهربائي؟ هذا سيدي، الناس هما هاد الناس ديالهم اللي نضوا، هما الاسباب، ماشي الدوار ولا هذا سرق ولا هذا مداش ولا هذا، هما اللي تيجي وهما اللي تيعاني، لان الانسان خصو يجي عندنا مشكل باش تخلصش قطعوا ليا، ولكن ما تخلينيش انا بلا دور بلا خدمه، ما تخليش واحد جار بلا ما بلا ما يضويش. دابا حنا تنعانيو من الماء، الانسان ما تيدوش، ما بقى يدير حتى شي حاجه. عندكم مشكل حتى ديال الماء؟ حتى الماء دابا بقى كلشي بقى، لا ما لا هادي لا تدور، كلشي هو الحياه. عندنا واحد الكابل هادي دابا تقريبا ملوي طاح في الارض مدة دابا 3 سنين ولا 4 سنين، ملصق ملصق، هو اللي تيخلينا انت تجي تقول واش كاين مشكل، تقول لك سير طلع سيدي قاسم، سير طلع سيدي قاسم. والناس ديال المال الضو هما السبب، هذوك الناس خدامة هما السبب، ما تقولش خدامة. سي حميد، اها شنو الرساله ديالك سي حميد للمسؤولين؟ نطرحوا لك سؤال. الله يرحم الوالدين، هاد الناس المسؤولين يجوا تعرفوا الحليب لان الماده خطيره، لان الانسان راه ميكروان هاد الحليب هذا راه ماده سائله، ما يمكنش لو ما كانش عنده الضوء راه خاسر البلاصه تتخسر. دابا المده ديال 5 طن في النهار تتمشي لينا كلها تتمشي. الناس هاد الناس المسؤولين يجيو يشوفوا هاد الشيء هذا ويصايبوا لنا المسائل ديالنا وقادوا الشغل، والسيد اللي ما تيخلصش راه يقطعوا له الكابل. انا ما عنديش مشكله، انت خاصك الفاتوره ديالي ادي لولي، هذه الكونتراده معاك اديني. سي حميد، دابا هذا الموطور هذا اللي كتخدم به شحال كياكل ديال الليسانس في النهار؟ 50000 فرنك في النهار، 50000 فرنك في النهار، النهار كامل وانت مخدم 50000 فرنك وخدام، والناس يعانيوا من الماء. وهذا المشكل دابا حنا دابا طواليطات ما بقينش حاجه. شكون اللي كيتحمل المسؤوليه هنا؟ لما نجي دار الضوء هو اللي يتحمل المسؤوليه، هو اللي دابا حنا ولينا في مشكل طايحين فيه، غادي نسمع الطواليط طاحنا في مشكل دابا، شنو غندير دابا؟ ما فهمناش. سيبولنا سيبولنا ما سيبولناش، حيدوا داكشي حيدوه، خلي الدوار يمشي يشوف فين. وحنا كنعرفوا السي حميد شحال حنا تنعانيو، تنقول لهم قسموا لنا الدوار، الدوار تقسم، لان دوار كبير تقسم، خيط طايح راه تيقشر يقشر يكون بوست في الجهه اللي من هي وبوست هنايا، راه الخيط طايح كولومير راه يقتل عباد الله، راه يقتل عباد الله. سير دابا تشوف الدري صغير سارح، دري سارح غيمشي يقيس داك الضو غيموت في البلاصه غيضربو، وعينا فيهم وتيشوفوا بعينهم وتيجيو يصوبوا. ما تهضر مع الناس المسؤولين دابا، قصاري سير سيدي قاسم وتيجيو يتخلصوا. اي خلاص ما فهمتش هادشي، انا ما تفهمنيش، اجوا سيدي شوفوا هادشي، اللي ما تيخلصش قطع له الخيط. انا شنو ذنبي؟ انا تنخلصك، عندي فاكتوره ديالي، عندي كونترادا معاك، تأدي الواجب ديالي تأديه ليا بعدا ديال الضوء. فرقي ولا شغلك هذاك، انا درتي معايا كونترا خصك تقوم بيا، قدرني قوم بيا، لا عندي 5 طن ديال الحليب كي غندير لا انا تتسني شي حاجه هاك مرحبا، مثلا خلص قطع. ولكن باش ديروا لنا هذا المشكل هذا، الدوار كله تيعاني من الشيء، راه حشومه. دابا الوليدات في السحم ديال واش كيحفظوا الوليدات؟ هذيك راه كارثه هذه. بالنسبه للولاد ما بقينا نشوف شي، ما بقى يشوف شي بالليل، اشمع شي ما بقى يشوف شي، دابا المراه في الدار ما تشوفهاش. وكما كنعرفوا السي حميد بان جلاله الملك نصره الله وصى على العالم القروي. وصى على العالم القروي. سمعتي الخطاب؟ عرف الخطاب السي حميد؟ الماء والكهرباء. سيدنا قال الماء والكهرباء في العالم القروي، في العالم القروي، فك العزله على العالم القروي. ولينا مشكل دابا حنايا، دابا راه حنا طحنا، ما بقاش عالم قروي دابا، اذا خصنا نعزلوا من هنا. نشوف حالنا دابا، ما بقاش حنا عندنا هذا المشكل. تهضر مع مديرك وسيد سيدي قاسم، تهضر مع سير القنيطره، تهضر انت علاش مدير هنا؟ علاش متخصص في البلاد؟ علاش متخصص؟ انت باش تعرفني جمالي وانا نعرفك انا مالك؟ ما عندناش مشكل، حنا عندنا 7 الناس سارقين، وعندنا مليون ولا جوج الملايين ديال الضوء، ودور تبارك الله كبير، شنو هي مليون؟ ولا جوج الملايين ديال الكريدي شنو هي؟ انا بصفتي طارق 20 مليون، انا شخص واحد طارق 20 مليون كريدي، انا شخصيا. وانتم شركة كبيرة، ثروة كبيرة، وخايف انتم من مليون، وما تضويوش القبيلة تخليوها دابا 8 ايام والناس جالسة في العذاب. شو ما عليكم؟ شنو الرسالة ديالك الأخيرة اللي تبغي توجه لهاد الناس؟ أسيدي اش نقول لك؟ ما عندي ما نوجه لهاد الناس، هادوك الناس كلشي راه باين. ماشي باينين، هادوك الناس ما فهمتش علاش، ما بغاو يقادوا شغلهم، ما بغاو يقادونا، ما فهمتش علي. ما عندكمش مشكل، اجوا حيدوا ضوكم، حيدوا ضوكم، دي ضوك هذا عاد منا، خلي الناس يديروا مسؤوليتهم، خلي يدير الطاقة يدير شي حاجة، بغيت دير شي حاجة لا، كنت بغيت دير هذه لا، عينا،
هذه المشكل ديال الضوء تنعانيو منه تقريبا 10 سنين ولا 15 عام سنوات بحال هذا المشكل. لا ضوء شاعل التلفزه تقريبا مليون فرنك راه طردت البوله تعاود طلع تشوف البوله كلشي طردت شراك الضوء 380 تيصيفط لنا واحد من القراويه ما عارفش اخر ديال الصق هذه الصق هذه ما تيفهمش وخربق لنا شغل وزاد حالو شنو هادشي راه عار عليهم والله الا عار عليهم ما تهضر ما يجي تكرفض عليك هنا يضرب عليك كوارو يجي بحالو شنو هذا شنو واش هذا مغرب هذا ومناقص من هذا المغرب كاع ونهزو راسنا كاع من هذا البلاد مناقص اللي يشري من عندنا نمشيو بحالنا ما نبقاوش هنا في هذه الارض السعيده كاع الارض السعيده لا ما لا الضو جميع الحاجات اللي جات تمشي عليه باش يلبي لك الطلب ما كايناش خصوصا في هذا بالقصير ما كاينش اللي يلبي لك الطلب وخا تجيبها من الفوق الهضره ايه واش شي عنده بقى يقول لك سير هكا دي هكا اش انا انا قلت سير تخلص من عند الناس المواطنين تخلص من عندهم واش انا يا لا تخلص من عندهم انا ندير خدمتك انت خدام بالفلوس وعندك قوة وعندك الجندارم عندك وكيل الملك عندك كل شيء فيك وسير يا صاحبي انت اللي ادي الواجب ديالك انا سارق حيد لي الضوء قطعي عليا انا نخلص الله يرحم الوالدين الا باش يشوفوا معنا هذا المشكل الله يرحم لكم الوالد ولا قطعوه خلي الناس دير شغلها دير مطر ولا دير شي حاجه وانت ماشي انا بزاف الناس الدوار كامل تيعاني من هادشي هذا لا طواليط لا ما دابا حنا بقينا ما كاين حتى شي حاجه ما كاين والو الله يرحم الوالدين الا ما شوفوا معنا الله يرحم لكم الوالدين الا ما شوفوا معنا ولا غنطلعوا سيدي قاسم نديروا شي حاجه نديروا شي ثورات من بعد. إذا أعجبكم الفيديو لا تنسوا الاشتراك في قناتنا ماسينك تي في وتفعيل الجرس ليصلكم الجديد وزيارة موقعنا www.masinktv.ma